بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها السادسة. الإسلام هو الحل، شعار تنادى به كثير من الإسلاميين، ولم يعجب هذا فئات المجتمع المدني ومؤسساته، وأصبحت القضية موضع جدل وموضع أخذ ورد بين الفريقين. والسؤال الأول، هل طرح شعار الإسلام هو الحل يعتبر علامة من علامات التطرف، سمة من سمات الغلو، أو سمة من سمات السعي نحو الإرهاب ونحو العنف ونحو التشكيك في شرعية الكيانات السيادية والسياسية القائمة؟ أسئلة يطرحها محدثي، أرجو أن تكون موضع تدبر في هذه الحلقة بإذن الله. يقول صاحبي: يعتقد كثير من الإسلاميين الغلاة أن الإسلام هو الحل، وأن الحلول الوضعية هي المسؤولة عما أصاب المنطقة من شعوب ونكبات، ويرفضون المزج بين النظام الإسلامي والفلسفات الحضارية الوضعية المعاصرة كالرأسمالية والاشتراكية ونحوها. يقولون إن الإسلام منهج شامل فيه تفصيل كل شيء، صلاحيته ممتدة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. فأين يقف هذا التصور عندما نتحدث عن التطرف وعن الوسطية؟ الجواب عن هذا: أما أن الإسلام هو السبيل إلى الرشاد، هو السبيل إلى الهدى، هو المخرج من الضلالة، هو المخرج من الفتنة، والطريق الوحيد الذي يصل الناس إلى الجنة وإلى مرضاة الله عز وجل، هذه ينبغي أن تكون حقيقة فوق كل جدال أو نقاش أو مباراة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيضا قول الله جل جلاله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال عن المنحرفين عن منهج الله وعن هديه وعن سبيله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الإسلام هو سبيل الرشاد، هو سبيل الهدى والمخرج من الفتنة، لأنه يحمل، لأنه وحي الله المعصوم الذي يحمل هدايته إلى البشرية إلى قيام الساعة. أوجب الله الحكم به والتحاكم إليه، وجعل من الإعراض عنه كفرا
يوجب لأصحابه جحيم الخلد وشقاء الأبد، وقد ضمنه منهاجه لإصلاح أحوال عباده وتحقيق مصالحهم في العاجل والآجل الدينية والدنيوية وتلبية أشواقهم الروحية والمادية. لقد حكمت به هذه الأمة 13 قرنا من الزمان، كانت فيه الأمة التي لا تغيب عنها الشمس، ثم تخلت عنه أو أجبرت على التخلي عنه، فصارت كما مهملا في ذيل قافلة العبيد. أما ما تذكره من رفض الإسلاميين أو المتطرفين كما تقول للمزج أو الاقتباس من بعض ثمرات الحضارة الغربية والمنظومة الاشتراكية أو الرأسمالية، هذا موضوع تفصيل. إن كان المقصود به يا رعاك الله أن ما جزمت فيه الشريعة بأدلة قاطعة وأغلقت ملفه وقالت فيه كلمتها، ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، لأن النصوص هي مستقر المصالح ومستودعها. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يحل لأحد أن يتجاوز قواطع الشريعة ومحكماتها بحجة التجديد والاستفادة من تجارب الآخرين. الغرب الآن يتداعى إلى تقنين وترسيم الشذوذ الجنسي، هذه قضية مغلقة عندنا، هذه من المناكر الكبرى التي تسخط الله عز وجل. دمر الله على قوم لوط وجعل عالية أرضهم سافلها لهذا المنكر الغليظ، فلا يمكن أن تقول لي في مثل هذا دعنا نقتبس ونستفيد من تجارب الآخرين. شاهت الوجوه ما حرمته الشريعة وأغلقت ملفه ينبغي أن يبقى مغلقا إلى الأبد. أما إذا كان المقصود منع الاستفادة بالتجارب البشرية فيما سكتت عنه الشريعة، وقد سكتت عن كثير، ترى منطقة عفو تشريعي واسعة تركض فيها خيول المجتهدين يمنة ويسرى، أو لم تقطع فيه بأدلة قاطعة، فالأمر في ذلك واسع، موضوع نظر ومحل اجتهاد. لقد استفاد عمر بن الفرس نظام الدواوين، وقبله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق في غزوة الأحزاب. فمثل هذه التجارب إذا خلت من المحاذير الشرعية يمكن الاستفادة منها في إطار المقاصد العامة للشريعة وقواعدها الكلية. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فإحاطة أدلة الإسلام بمختلف جوانب الحياة من المعلوم بالضرورة من الدين. ابن القيم رحمه الله نعم يقول كلمة جميلة، إن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإن حاجتهم إلى من يبلغ عنه ما جاء به، فحاجتهم في البلاغ وليس في الابتداع. إن لرسالته عمومين محفوظين لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة للمرسل إليه فهو رسول الله إلى الناس كافة، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليهم في الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق التي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به.
لكن لعلك تسأل كيف استوعبت النصوص وهي محدودة ومتناهية وقائع وأحداث ونوازل غير متناهية؟ نقول لك يا رعاك الله، لقد فصلت الشريعة القول فيما لا يتغير، الاعتقاد، الأخلاق، العبادات، بعض المعاملات، فصل القول في هذا تفصيلا، لأن مصالح البشر فيه لا تتغير، وأجملت القول فيما يتغير فوضعت له من القواعد الكلية والأصول القطعية ما ينطبق على أجناس الحوادث الموجودة في زمن النبوة وما يتجدد منها إلى قيام الساعة. وخذ مثالا الشورى، جاءت الشريعة فأعلنت المبدأ وأرست القيمة وأنزلت سورة كاملة اسمها سورة الشورى، وأكدت على سلطة الأمة في الهيمنة على ولاتها تولية ورقابة وعزلة، لكنها لم تحبسنا في كيفية معينة أو طريقة معينة لتحقيق هذا المبدأ، لما ينطوي عليه هذا التحديد من ضيق وحرج، والحرج مرفوع عن هذه الأمة، لم يجعله الله في هذه الشريعة الخاتمة، فتظل الأمة في إطار التزامها بمبدأ الشورى قادرة على أن تبتكر من الأساليب والأشكال ما تشاء، وتبقى قادرة على مراجعة اجتهاداتها في ذلك كما تشاء، تفاعلا مع المستجدات، استفادة من التجارب، مواكبة لسنة التطور والتجديد التي لا يكاد يخلو منها زمان ولا مكان. ففي إطار النصوص الجزئية والمبادئ الكلية ومن خلال منهج تفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير، أحاطت الشريعة بمختلف جوانب الحياة واستأثرت وحدها بالصلاحية لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بها. أما فشل الحلول الوضعية والأنظمة الوضعية فدليله الحس والمشاهدة والشقاء الذي يغرق العالم في لججه مما لا تخطئه العين، فكيف يجرؤ بعد ذلك مسلم يرجو لقاء الله عز وجل على القول بأن الدعوة إلى تحكيم الشريعة أو إلى إقامة الدين من قبيل التنطع أو التطرف أو الغلو في الدين؟ تعبير الإسلام هو الحل، تعبير يعني قابل للتعديل والتغيير، ليس حديثا نبويا، ليس آية قرآنية، لا، ليس وحيا معصوما. إذن نقول إن الإسلام ليس مجرد حل لمشكلاتنا المعاصرة، نحن لا نتعامل معه باعتباره حلا لمشكلاتنا، بل لأنه الدين الذي تعبدنا الله تعالى به والذي ينشأ عن التزامه فيما ينشأ أن يكون حلا لمشكلات حياتنا المعاصرة. نحن لا نقبل على الإسلام لمجرد أنه الحل، بل لأنه الطريق إلى الجنة، الطريق إلى مرضات الله عز وجل، الطريق إلى النجاة من الخلود في النار. لم يجعل الله لعباده طريقا إلى مرضاته ولا إلى جنته، لم يجعل لهم طريقا إلى الفرار من سخطه ومن ناره إلا من خلاله. إن الدين عند الله الإسلام، الدين بمفهومه الشامل ليس بمفهومه الكنسي الذي اختزل في باب العقائد التي تكمن في حنايا النفوس، لا، عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. الإسلام عقيدة وشعيرة، عقيدة وشريعة، ولا يخفى أن هذا المعنى طبعا مستصحب عند كل من يرفعون هذا الشعار، لكن فقط قصدنا التنبيه إلى هذا حتى لا يختزل الإسلام والسعي إلى تحكيمه في حس من يتحمسون له إلى أنه مجرد حل لمشكلة قائمة. لا، نحن نمتحنه، نعتقده دينا ونقبل عليه وندخل في السلم كافة، لأن الله تعبدنا بهذا، لأن هذا هو الطريق إلى مرضاته، الطريق إلى جنته،
الطريق إلى رحمته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأرجو أن لا يبهت عندنا الهدف الأول لهذا الدين وهو هداية الخلق إلى الحق، إفراد الله بالعبادة، ألا له الخلق والأمر، استنقاذ العباد من ظلمة الكفر، عتق رقابهم من النار، إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.